مرحبا، و راح احكي بالعربي، ف بعتقد اصدقائنا راح يفهموا شويه من اللي بحكيه. و شوف صديقي، انا في كلمتين بكرههم بالعالم، بكره كلمه مساعده، وبكره كلمه معاناه، وبكره كلمه تنديد. وفي قاموس كامل من اللغه اللي تم استهلاكها، اللي حقيقه بتفرغ النشاط الانساني من مضمونه. يعني لما نقول مثلا مساعده، انا بعتقد الانسان لما بيساعد نفسه، وهي شكل من اشكال الالتزام اكثر من كونها مساعده. نفس الشيء لما نحكي على انتاج ثقافي او دور معين، بعتقد انه الكتاب الجيدين هم بيساعدوا الميديا، مش الميديا بتساعدهم. فبالتالي عودة لسؤالك، هلا لما نحكي إعلام جديد وسرد جديد، طبعا لما نحكي إعلام جديد نحكي على الشكل فقط، المضامين هي نفسها، بس أحيانا بكل الفنون والإعلام بجزء منه فن، الشكل يؤثر على المضمون. لما بصير تغيير بالشكل يتغير المضمون. على مستوى تجربتي الشخصية، اشتغلت أنا بالإعلام الثقافي، صحافة ثقافية، حوالي 10 سنوات، ومعظمها كانت إعلام مكتوب. يعني علاقتنا مع الجريدة المكتوبة، بنكتب قطعة على جريدة مكتوبة. لما بتكتب، ومؤخرا بدينا مشروع جديد اللي هو جريدة يومية وموقع إلكتروني، فتعاملت مع الصحافة الإلكترونية بشكل أكبر كمحرر صحافة إلكترونية. المفهوم كله اختلف، شكل القطعة اختلف، العنوان اختلف، شكل التغطية، توقيت التغطية، كله اختلف. هلأ فيما يتعلق بالسرد، الإعلام الجديد اللي هو عمليا بنحكي على ما يسمى الإعلام الاجتماعي، يعني السوشيال ميديا، كسر قيمته الأساسية، انه كسر الاحتكارية الكبرى لإعلام الرأس المالي وإعلام الأنظمة والدول. ما عدش أنا بدي بس أسمع البي بي سي أو النيويورك تايمز تعرف شو بصير بالعالم، صرت فيني أعرف هاي الأشياء أحيانا من مدونة أو من فيسبوك. فهذا شيء، هذا الشيء الإيجابي العظيم. يعني إحنا عشنا بإشي اسمه ثورة الإنترنت، هاي ثورة هائلة، لأني أنا يعني بديت أكتب قبلها وبعرف قبل وبعد. يعني قبل مثلا كنا لما بدي أنشر مقال على سبيل المثال بحاجة إني أكتبه وأبعته بالبريد للجريدة اللي ممكن تكون فرضا بلندن، والجريدة بعد ما يوصلها وبدها تعاود تعمل له رقم طباعة ويروح على التحرير، شيء خرافي. اليوم الخبر بيجي من السعودية مثلا، عن أنا وصلني قبل شوي خبر عن مصادرة كتب بالسعودية، الخبر اليوم الصبح، الصحفي كتبه اليوم الصبح، وصلني أنا وأنا داخل على هاي القاعة، وكنت حولته للمحرر اللي بده ينشره. فهذا الشكل الجديد بالصح، يعني هاي القدرات اللي من والسرعة اللي منحتنا إياها الإنترنت شيء خارق. يعني هلأ شو السرد الجديد؟ شو اللي إحنا ممكن نستفيده من هذا الشكل الجديد؟ على مستوى شخصي بعتقد انه يعني الصراع تبعي كان حول كسر سرديتين، في سرديتين لابد ان يكسروا ولابد ان يهزموا لكي نتحرر، اللي هي عمليا السردية الاستعمارية القديمة، اللي السردية الإسرائيلية جزء منها. يعني انا ما بشوف السردية الإسرائيلية باعتبارها شيء جديد، يعني بشوفها هي السردية الوارثة للسرديات الاستعمارية اللي عانت منها منطقتنا وعانى منها العالم. طبعا زي ما احنا بنستعمل الاعلام الجديد، ايضا السرديه الاستعماريه ايضا تستعمل الاعلام الجديد. يعني الاعلام الجديد هو ليس لنا لوحدنا، ولكن هنا يتم الصراع. والصراع ولما نيجي نحكي على الاعلام نحكي على الثقافه ايضا، هي ساحه صراع، وهي ساحه لقاء ايضا، بس ايضا الجانب التحدي اللي موجود فيها بده يكون واضح دائما. يعني حتى لما نعمل اي شكل من اشكال الصحافه، هي بشكل من الاشكال هي سياسيه وهي نضاليه، اذا امتلكنا الادوات واستطعنا انه نتعامل معها. هلا في شيء اخر بالفتنه حول الاعلام، احيانا التحولات والتغيرات السياسيه والاجتماعيه هي اللي بتغير الاعلام.
أنا بعتقد أنه قوة الإعلام تأتي من الحالة الاجتماعية والسياسية. المشروع الإعلامي هو مشروع سياسي واجتماعي بالدرجة الأولى. إذا ما في مشروع اجتماعي وسياسي يحمل المشروع الإعلامي لا قيمة له. إحنا بفلسطين على سبيل المثال من 1993 من أوسلو فشلت كل المشاريع الإعلامية، رغم أنه بعض منها كان عندها إمكانيات مالية عالية، بس لأنه ما كان في مشروع سياسي قوي نستطيع أن نحمل منه التجارب الإعلامية. والشيء نفسه بينطبق على تجارب عربية بفترات معينة، لما كان في بلاد عربية عندها مشاريع سياسية كانت صحافتها تقرأ. لما انهارت مشاريعها، مصر في زمن مبارك صحافتها ماتت 100%. لما بدأت التحولات الجديدة بمصر والتغييرات والثورة المصرية وإلى آخره، بدأ هناك نرى ونسمع تجارب جديدة وإعلام جديد وسرد جديد. فالتنتين الشكل يمليه تحولات الواقع السياسي والاجتماعي. وشكرا.